يجمع ندائي قمعي كربلائي واستمع ندائي مجالسنا مدارس موقف وهمة ملكنا من الطفولة عشق ابو اليمة هوايتنا الوفا علامات الحزن وعيون حراس دميع طيف لو عتب وجروح وإحساس علامات الحزن وعيون حراس دميع طيف لو عتب وجروح وإحساس تسدي الراس أبوها تدمع العين يهتز الرمح على ظهور الهزل تصرخ يا مظلوم نزل دمع اليتيمة وخضر يهموم على ظهور الهزل تصرخ يا مظلوم نزل دمع اليتيمة وخضر يهموم مشت طول الطريق تنوح وتصيح يا يوم ويعود الراح يا يوم إذا غاب الأبو ما تغمض العين يعاشر هالصغر ويسافر النوم إذا حن القلب تتمنى إذا شافت خطر صاحت يا عباس يا عباس علامات الحزن وعيون حراس دمع طيف لو عتب دميع طيف لو عتب وجروح وإحساس تسدي الراس أبوها تدمع العين يهتز الرمح كين يزعل الراس تنادي بعد أبويا العمر شايفين رقيع شوفتك يا الوالد تريد تنادي بعد أبويا العمر شايفين رقيع شوفتك يا الوالد تريد الوذيب يا صدر من وحشة الليل يا ليالي الآه ارحل خليج العيد أمد ايدي على راسك بلكت تقول تعالي يا رقية وتلزم العيد تجي اشلون يا الجسمك غدا وصال رقية ما درت بالخيل ينداس بالخيل ينداس علامات الحزن وعيون حراس دميع طيف لو عتب وجروح وإحساس تسدي الراس أبوها تدمع عين عيمها بصوت مجروح أريد حسين هزت قامت تنوح فزت من حليمها بصوت مجروح أريد حسين هزت قامت تنوح زينب والحرام كل ينجنها لقنها من الألم كان طير مذبوح تصيح هنا يا ابويا وزينب تصيح يا ابو
أكبر عليك اشتاقت الروح نياح وصوتهن بالليل مسموع عليهن بالخرابة التمت الناس علامات الحزن وعيون حرة ويجروح ويحشاها تسجل راس ابوها تدمع العين يهتز الرمح من يزعل الراس رشد جابر الهو قربت يمه حزينة وشبقت الراس وتشمه طشت جابوا الهو قربت يمه حزينة وشبقت الراس وتشمه اخذني وياك ما اصبر بلياك انا بنتك رقية يا ابو اليمه علي سجاد صاحب صوت محزون يا عمه ماتت الطفلة يا عمه اجت زينب عليها وشافت الحال لقتها على النحر مقطوع الانفاس مقطوع الانفاس علامات الحزن وعيون حرة دمع طفلة وعتب وجراح وحسان دمع طفلة وعتب وجروح وإحساس علامات الحزين علامات الحزين وعيون حرة عيون حرة دمع طفلة وعتب وجروح وإحساس تتمنى لي حسين إذا شافت خطر صاحت يا عباس يا عباس علامات الحزن وعيون حراس دمي عطيف لو عتب وجروح وإحساس علامات الحزن ماجورين 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 اليوم يوم حزين ريت تحدث لي عن الموكب هذا المن راجع موكب حزين نعم هذا اهل الجمهورية نعم منطقة الجمهورية هم بيناتهم نعم موكب وصل 4 سنوات نعم بدينا به شوية شوية من الشباب لو من الشيوخ والشباب شباب وشباب وثياب ماكو نعم كلهم تموا يعني سووا موقف جميل جدا ماذا يعني لك خدمة الإمام الحسين شرف تحدث لي عن الحسين ماذا يعني لك كاسم وكقضية وكمبدأ كقضية كثورة نعم كثورة ضد الطغيان نعم ضد الطاغوت معاويه رحمه الله عليه لان هو ضحى بنفسه لاجل هاي القضيه انتصار الدم على السيف الماي 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 يا عباس سلام الله عليك خطيئة. جيب الماي السكينه السكينه ماذا يعني لك الماء الماء الذي انقطع على بال الحسين نعم يعني كل ما واحد يشرب ماء ها يذكر عطش الحسين عطش اطفال الحسين عطش رقيه بنت الحسين الذي طلبت الماء من عمها العباس تعالي انت من الساعه انا تعديت عليك شفتك توزع حلاوه اعتقد يعني منو اللي يعني تكفل بهاي الشغله انتو الشباب شباب اللي بيتكفلون اجيبهم لنا جميل جدا جميل جدا نقول عجزت حروفي على أن ترثيك
أيموت تاريخ نصفه ماضيك ومساحات الجراح على القلب تدلت في كل عام نصفها يحييك. لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. ماجورين ماجورين يا ليالي الاخر حي خليج العيد امد ايدي على راسك بلكت تقول اي تعالي يا رب. زين العابدين صوتك انا تعمدت انه التقيك بهذا المكان لانه هذا المكان تشابيه السبايا جماعة يزيد. ماذا يعني لك هذا التشابيه التي يقيمها الاهالي؟ اول مره راح ابدي استاذ هشام قناه البصره صوتك اي تسلم قناه العائله. نعم احنا اول شيء خلينا نعرف ان الامام الحسين نعم هو التجسيد الحقيقي للمعرفه بالاله. نعم هاي الرايات يزيد وغير يزيد وكثيرين من اللي يرفعون هذه الرايات يدعون بانهم وينادون بحقوق الانسان. نعم حتى يلتبس على الناس هذا المفهوم. نعم حقيقه ان الامام الحسين ومعسكر الامام الحسين ما كان ينادي بحقوق الانسان بل كان ينادي بحقوق الله سبحانه وتعالى. نعم لذلك انا اقول لك ان الامام الحسين هو التجسيد الحقيقي للمعرفه الالهيه. نحن الان في المنتصف بين الحق والباطل بين جماعة الإمام الحسين عليه السلام وجماعة يزيد عليه اللعنة. نريد أن نتناول القضية فكريا فلسفيا بعيدا عن التشابيه. في هذه المعرفة التي نصل إليها نحن بأن الإمام الحسين هو التجسيد الحقيقي لمعرفة الإله، فعندما نحاول أن نجسد هذه القضية من المسرح نعم. فإن علينا أن نتناول القضية من جوهرها المعرفي نعم. أي إننا لا ننسخ التاريخ كما هو ولا ننسخ الشخصيات كما هي، بل علينا أن نتعامل مع القضية فكريا نعم. أن نحاول أن نحاول الشخصية أفكارها نعم نعم نعم. زين إحنا لما نريد ننقل هذه الواقعة إلى المسرح ماذا يجب أن نعطي؟ يعني هل يجب أن نلغي المكان والزمان؟ لا، هذا المكان ممكن أن تتعامل معه مسرحيا لتجسد قضية الإمام الحسين. هذه تشابيه عفوية فطرية عفوية ليست لها علاقة بالقضية الفكرية، إنما هي تجسيد تناغي العاطفة. العاطفة نعم ليست قضية عقلية. ربما يحاول هؤلاء الممثلون تصوير الحادثة كما هي من بشاعة الشكل من بشاعة الألوان، ولكن الخط الفكري يمثله المسرح عندما يتناول القضية. دكتور حسن سأتركك تذهب إلى جهة السبايا جهة الإمام الحسين وأنا سأذهب إلى جهة جماعة يزيد لأعرف مدى الشر الذي يعتريهم. مع السلامة شكرا جزيلا. ليش؟ 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 هل تحبون الحسين؟ تحبون الحسين؟ ليش لعد انتو بجانب بالمعسكر يزيد؟ ليش؟ ليش؟
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سأذهب إلى معسكر الإمام الحسين، سأذهب إلى السبايا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. زماني رايد يذني وانا بيه ولا مخلي ولا مخلي وصار على التنوبة توجه على لسان الحال زينب سلام الله عليه أبو المصار كمل 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 أبو عجر بلائي واستمع لدائي أبو عجر بلائي واستمع لدائي مجالسنا مدارس موقف وهمة ملكنا من الطفولة عشق أبو اليمة هوايتنا الوفاء والذوب بالخدمة إذا كل كربلائي يفتخر باسمه عاشق المنابر